أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة إتراء في تلفزيون دولة الكويت، مع حلقة جديدة من برنامج يقول المثل. يقول المثل: الصحيح ما يطيح. احنا لما نتكلم ونقول ان الصحيح ما يطيح، هل نجزأه؟ الصحيح عكسه شنو؟ اللي مو صحيح، عكسه اللي مو مضبوط، عكسه الغلط، عكسه التزوير، كل شيء عكس الحقيقة اذا هو مو صحيح. فالصحيح عمره ما يطيح في كل الأمور. مثلا في بعضهم شلون تعرف ان شغله مو مضبوط؟ يسأل ايش صار، دوروا بالاوراق الفلانيه، صج فتشوا يمين يسار، يتاكد. ليش؟ لان شغله مو صحيح، شغله مو مضبوط، فاكيد بيجي ليوم من الايام وانه يطيح. هم تربيه الابناء هم يبي لها تربيه صحيحه، ونفس أساس البيت، إذا الواحد بغى يبني له بيت أكيد يحط ركائز صحيحة ومضبوطة على أساس إنه يخاف إنه والله ما يطيح البيت بأمر الله سبحانه وتعالى. فلذلك الواحد يحرص على كل شيء، إجراءاته تكون صحيحة. فدائما إذا كان الواحد صاج في أموره وصحيحة، أموره تكون مضبوطة، أكيد شغله بيطلع مضبوط. من ضمن أنا أذكر في سالفة، شوف الصج وصحة الكلام شلون، إيش سوت بالشخص هذا. هذا قبل يسولفون إن في كان والي ظالم، فكان واحد ما شاء الله يعني ما يتكلم إلا بالصحيح، يعني صاج فيما يقول وفيما يفعل. بعد عنده محل يبيع زل، فالمهم هذا ولا سمع واحد يركض، قال له يا معود في الحراس اللي عند الوالي يبون يصيدوني، ابي انخش انا عندك، خشني خشني. انخش وراء الزل لانه محل زل، فيو هذول قالوا ما شفت انت شخص بهالاوصاف بهالطول بهالعرض بهاللبس؟ كان يقول لهم، قالوا احنا ندوره، قال والله شوفوا وراء الزل من خش. فكان يقولون هذا اكيد انه يعني ما عنده سالفه، قاعد تغشمر او شيء. فمشوا وقفوا عنه، فلما طلع اللي من خش وراء الزل كان يقول شلون تقول اني انا موجود؟ قال له تبيني اكذب؟ ترى ما اطلعك إلا الصج اللي عندي، لما تمشي صحيح ترى هو اللي بينجيك عقب الله سبحانه وتعالى. وهذه كل الأمور، حتى في بيتك تربية العيال تحافظ عليهم، تعطيهم الإرشادات الصحيحة، كون كأب مسؤول عن الرعية اللي عندك. ودائما الإنسان ذو النية الصادقة وموفق وصاحب الحق المتوكل على الله رب العالمين قادر على ارجاع حقه. هذا كان معنى مثلنا اليوم. يقول المثل: عقرب رمل. الوصف هذا فيه مع الأسف فيه خبث. لما يوصفون شخص بأنه عقرب رمل، كلنا نتفق أن العقرب يعني موذي وقرصته تأذي حيل، وخصوصا إذا الواحد ما شاف هالعقرب يكون بين الرمل يتخفى فجأة، ولا هو يلدغ. ممكن الواحد بعد فترة يحس بالألم أو يحس بالأوجاع اللي حاشته. إحنا نبي نقيسه على الناس. في ناس الله كافينا الشر عندهم هذا المرض، وإنهم يقرصون من حدر لحدر، يفرقون بين الناس، سواء زوج زوجته، أخو أخو، شركاء بالعمل مثلا عندهم شركة ولا شيء، ولا هذا يبتدون الناس يحارشون بيناتهم ويحشون حكي ممكن يكون موجود وممكن ما يكون موجود، فيظهر انه والله لا لا انا ما كان قصدي كذي. يقط السالفة عند الناس ويدري ان الهدف يا الله سبحانه وتعالى طلع على السرائر هذه كلها ويعرف
شنو نية الناس. فالعقرب هذا طبعا احنا ما نقول بس شخص، ممكن ريال ممكن مرة، وهو القصد المرض اللي يحوشهم فيه. سبحان الله يحبون المشاكل، فرقوا بيوت، فرقوا مجتمعات، ممكن بلدان يعني اختلفت بسبب انه في ناس يبثون سمومهم بهالاماكن، خصوص يعني في بعضهم يعني الله كافينا الشر، يعني الحين اللي يقولون سوشيال ميديا وغيره، فشخص يتكلم كلام فيه قصد وفيه يعني مكيده وفيه نكايه بشخص، ممكن يهمز ويلمز بالكلام اللي مو هو طيب، قصده الشوشره، قصده الاشاعه، قصده المشاكل بين خلق الله. فهذا يطلق عليه هذا الوصف، ان فلان عقرب رمل، حطوا بالكم منه. فاحنا يعني لازم احنا نحتاط في هذه الامور، ونعرف من الناس اللي تعزنا والناس اللي ما تبي لنا الخير. ممكن شخص يدش مجلس يقول له كلمة، ولا هو شو اسمه يعني هو له نية مهي طيبة، يعني هذا خبث. ومثل ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النور، بسم الله الرحمن الرحيم، الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. وصف سبحان الله العظيم، يعني هذيلا احنا نقول الحذر، ثم الحذر من عقارب الرمل الإنسية واللي بالبر. وهذا معنى مثلنا. يقول المثل فيها فك وفلك. مثلنا اليوم يبيله شوي نبطله شوي، وهو مسكر، يقول فيها فك وفلك. إذا قلنا فك يعني شيء افتتش كان مسكر، وفلك يدور الله الفلك مع الأيام مع الأوقات، كل شيء تبدل. الحين يحق مثلنا فيها فك وفيها فلك، يعني الواحد تمر عليه الدنيا ما تخلى، ما بين ضيج ويسر وعسر ومشاكل وحلول جميلة وساعات جميلة وساعات يعني غير ذلك. فلازم الأمر يمر على خلق الله، ما بين معاسير وتياسير. فني حق موضوعنا، احنا لما نتكلم مثلا شخص عنده هم، عنده مشكلة، عنده بالنسبة له مثلا طامة كبرى، عنده مصيبة، عنده شيء يعني مضايجة، فإحنا شو نقول؟ نصبره في هذا الكلام، نقول له يعني ترى إن شاء الله الله سبحانه وتعالى بيفك هالشغلة اللي عندك إن شاء الله، بس يبي لها وقت، بيدور الله الفلك وإن شاء الله بيرزقك اليسر في هذا الأمر. لكن المسألة متى؟ يعني إحنا ما ندري، الله سبحانه وتعالى إحنا كلنا في اختبار. فوقت الضيج أنت صبر، وعندنا حسن الظن واليقين بالله سبحانه وتعالى، إن لابد الله سبحانه وتعالى يعني أتبع اليسر على طول. ففي سورة الشرح الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم، فإن مع العسر يسرا، يعني لزق لازم في يسر، أكيد في عسر، بس متى؟ الله سبحانه وتعالى أخبر في هذا الشيء، ويعرف الله سبحانه وتعالى متى راح يكون هذا اليسر. علينا إحنا نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ونتصبر، ولابد من يعني بلاوي الدنيا الله يكافينا شرها، مو شرط أن تصير مع الشخص نفسه، ممكن إحنا نشوف شخص ولا هو مسكين يعني مستادي، يقول أنا والله صار لي هذا الموقف، صار لي هذا الشيء ومدري شلون هذا، لكن إحنا نبتدي عادني نصبره ونعلمه ونذكره بالتفاريج اللي مرت عليه، نساها سبحان الله، بنادم دائما ينسى الشغلات اللي يعني
طافته يوم الله يعني وسع عليه. وفيه مقولة جميلة: ما بعد الضيج إلا الفرج، والله ينبت من شقوق الضيج فرج. وهذا كان معنى أمثالنا حق حلقة اليوم.